سمي منطقة في بغداد تنتهي بالتاء المربوطة. عظمية. يا سلام، والله جميل نينف. إذن الأعظمية. الأعظمية موجودة وبقوة، لكن احتمال الثاني خلي نشوف الاحتمال الأول الأقوى. الكاظمية. الكاظمية، خلي نشوف الكاظمية موجودة. نعم الكاظمية، وأعلى احتمال 24 نقطة وهي الاحتمال الأول. إذن نروح مع عائلة الخيلاني. تفضل نينب وخلي نشوف الخيلاني. الخيلاني سيف، سمي لي منطقة في بغداد تنتهي بالتاء المربوطة. زيونة. زيونة، خلي نشوف زيونة. زيونة، نعم موجودة زيونة. عمار، التاء المربوطة، سمي منطقة في بغداد تنتهي بالتاء المربوطة. الكرادة. الكرادة، خطأ، لأن الكرادة مو تاء مربوطة، الكرادة، فهي ليست مربوطة، مو مثل الكاظمية والعظمية وزيونة، تاء المربوطة. همسة. القادسية. أي القادسية، خلينا نشوف القادسية. القادسية موجودة. نقطتين، موجودة كتاء مربوطة، ما ذكروها بالاستبيان، وانت صح، أنا أقول لك انت صح، لكنه غير موجودة. الناس اللي فكروا حتى يجيبون ثمان احتمالات، واكو احتمالات أكثر. خلينا نشوف ذو الفقار. السيدية. السيدية، خلينا نشوف السيدية موجودة لو ما موجودة. ثلاث أخطاء وثلاث أجوبة، راح تصعب العملية عليكم أكثر بعد. إحنا قلناها مثل الحزورة، استبيان يعني، هو السؤال سهل وتجيب أكثر من 10 احتمالات 15 احتمال، لكن الجواب في هذا. وقلنا الإجابات والاحتمالات التي حصلناها أو حصلنا عليها من هذا الاستبيان، وهذا الاستبيان من أعمار مختلفة ومن مناطق مختلفة ومن محافظات مختلفة. إذن عائلة كريم نسألهم من الآخر، من الآخر، سمي منطقة في بغداد تنتهي بالتاء المربوطة، شو تقول أوديش؟ أنا برأيي حبيبية. الحبيبية، نعم. رامي. الديوانية. الديوانية، لا ديوانية محافظة مو منطقة في بغداد. اذكر سمي منطقة في بغداد تنتهي بالتاء المربوطة. دورة. أنا أقول الحبيبية أو المنطقة الخضراء، نقدر نقول لا حبيبية المنطقة الخضراء، لو الحد المنطقة الخضراء. المنطقة الخضراء. الآن نينف. نينف الجواب أنت تحسمه، يا إما تأخذ الجولة يا إما تخسروها ويأخذوها الخيلاني، هم اللي أجابوا على 3 احتمالات. الحبيبية. الحبيبية، هم خلينا نشوف الحبيبية مو مربوطة.